إذا سألوك شو معنات إنك مسلم؟ مسلم أو مؤمن ما معناتها بس إنه أنا بصلي أو بصوم. مسلم ما معناتها بس إني رايح على الحاج وصارت الناس بتعيط لي يا حاج. مسلم ما معناتها إنه بقرأ قرآن أو حافظ قرآن أو عندي مصحف بالبيت. مسلم ما معناتها بس اني بأدي واجبات وبجتنب الحرام. مسلم معناتها على دين الإسلام. شو يعني دين الإسلام؟ نرجع كمان ومنحكي عن سيدنا محمد قائدنا وقدوتنا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا لدين الإسلام 23 سنة. نزل عليه الوحي ونبئ لما كان 40 ومات لما كان 63. 23 سنة قضى منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، 13 بمكة و10 بالمدينة. تعالوا نشوف كيف كانت بداية دعوته وشو كان منهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بتعليم الناس الدين. صلوات الخمسة اللي هني عمود الدين انفرضوا قبل الهجرة بأربع سنين يعني بمكة بس بالأخير. أما الصيام والزكاة تاني سنة بالمدينة، أما الحج سادس سنة بالمدينة، تحريم الخمر، تحريم الربا، وكتير من تفاصيل الأحكام المشهورة بين الناس كمان كانت بالمدينة. سؤال، شو علم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بداية دعوته بمكة المكرمة؟ الجواب، علم دين الإسلام. شو يعني علم دين الإسلام؟ معناته علم المعتقد وعلم التوحيد، لأنه أساس الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله معناته الله واحد. الله واحد معناته ما إله شريك. ما إله شريك معناته ما بيشبه هذا العالم. الله تبارك وتعالى خالق الكون وخالق العالم، ما بيشبه العالم، منه جوات العالم، منه برات العالم، ما إله طول وما إله عرض، ما إله تركيب وما إله لون، ما إله شكل وما فينا نتخيل، لأنه رب العالمين يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. الله تبارك وتعالى ما بيشبهنا. رب العالمين خلق الخير وخلق الشر، خلق الحلو والمر، الحسن والقبيح، أجسامنا وأعمالنا. هذا هو الإسلام، هو المعتقد. ما بيكفي إن الواحد يعتبر في اسم الله، إنما بده يعبد الله حقيقة. لو شخص عبد الشمس وسماها الله حيكون مؤمن؟ حيكون مسلم؟ بيكون مؤمن مسلم إذا عبد الله حقيقة. فلو اعتبر إنه في جسم قاعد فوق، أو اعتبر إنه في جسم بيطلع وبينزل، واعتبر هو الخالق وعبده، لو كان بيسميه الله ما بيكون عبد الله حقيقة، فما بيكون مؤمن، ما بيكون مسلم. فلتكون مسلم بده يكون عندك هيدا الأساس اللي بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقلوب الناس. هيك بتكون مسلم، بأنك تلتزم بعقيدة النبي، بعقيدة الأنبياء. هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى إنك تكون مسلم.